يا رب بنأتي إليك الآن يا من بيدك كل الخيوط، بنأتي إليك الآن يا رب. احنا النهاردة مش جايين عشان أحداث تتغير على الأرض، لكن بالأولى جايين علشان نقول لربنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. احنا النهاردة جايين نجزم أمرا فيثبت لنا، جايين كل موضع تدوس بطون أقدامنا يكون لينا. المسيح لما قال للكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليك، كان بيقصد إن الكنيسة هي اللي هتتحرك تجاه مملكة الظلمة، وأبواب الجحيم هتتهاوى وهتقع قدام الكنيسة. مش كان بيقصد إن الأبواب هي اللي هتيجي تهجم على الكنيسة. فإحنا النهاردة هنتحرك لنفشل مشورة إبليس ونفشل خطته. هنتحرك عالمين أن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، لكن مع السلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، وعارفين إن اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، لكن العالم الروحي هو اللي نحن النهاردة بنعمة المسيح وبقوته هنكسب الحرب فيه. وهنعلن النهاردة نهاية مشورة إبليس على بلدنا، ونؤمر إبليس وجنوده فيرحلوا باسم المسيح. تعالوا نتضرع لربنا ونقول له كده: شق السماء وانزل إلينا. احنا فاهمين ان اللي بتشوفه عنينا ده انت عندك حقيقة تاني، لتكن مشيئتك، لتكن حقيقتك كما في السماء كذلك على الأرض. تعال يا رب وانزل، تعال وانزل بمشيئتك بالحقيقة، اعلن حقك. أمين. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صرفنا تغير الدليل، تعال يا رب بنطلبك ونصرف كل دقيقة. شوف السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. وللي مت عشانهم تسكب في قلوبنا حبك، بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تتم مشيئتك. وللي مت عشانهم تسكب في قلوبنا حبك، ويكون لينا أحشاك نبقى دي كلمة ممدودة.
تشفينا، تيجي وتشفينا.